خصك شويه دراهم مودا العيد راه ياه لا الحاج نعطي قرموده قرموده سي بون بغيت تخطب عايمي قرموده يا مليون مالك الحاج خليني غير نركب ونتبر الله يحمشي بني حاج حاج بغيت تسيت حاط خلصت شحال الا كاع تخلص 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 800 انا بغيت نعطيك مليون من الحاج مليون وتتهنى من واحد يا صاحبي قلعه تاع الماء تاعي يشربها انت الحاج خل هذيك قال لك حاج على بالك بغيت نرفيني هذاك الماء راه يقطع نهار بنهار على بالك الحاج خاطر حد السباله ما راكش بولبو على بالك الحاج ما يجيبوه من البحر على بالك باقي على بالك باغي نسخط روحي نولي هو ونخرج ندخل في السباله ونخرج في فرنسا غير عش عليك الحاج راح يمشي باني ها مرت على شكون كل يوم على كل يوم ابدا شويه روح عش عند الباب بغيت تخسيك حنبوك خلينا نروح على كراهتي الحاج ماني جاي والو الحاج ماني جاي نكتب هنا يا ما يفهموش هادو بصح نقول لهم قبل ما ندقوا كفنوني لا الحاج لا سهله الحاج والله ما كنت نتعدى بها ميطرابورغ وها السطره ها ها الحاج انا تخرف فيه حنا أروع السادة بنام يدخل الكونتينر بجوعة تتحسن أنا الناس يدخل في الفيلة في الكونتينر الوضع في الكونتينر تتحسن أنا أنا أروع أروع طمع على بالي بي هذا كتاب والله ما فيه ولا ما فيش الاستوار هذا انا خرج نبيع بلادي انا ولا نبيعها والله لازم نجي احكي ما شي واحد يروحوا بدلو سماواتهم اقول لك الحاج انا كي نروح والله نطلعك معايا كي نتعس في البورت عليه الحاج على بالك يعطيك سوا تبريه على بالك تمشي على الضوء على بالك وطلب ربي تموت تما الحاج مرتك تدخل في الاورو على بالك بوك ولادك يقولوا